سقوم سقوم ساعة الناس. مالك مالك خايف من حلاقك؟ عاد احلق يا اخي فك لي عاد احلق الكل انا احلق على ذوقي كيف مشينا يا اخي مشوا على كيفك انا ضروري قلق مشوا على كيف انا عاد احلق خايف اسمعني يا اخي ليش ليش اسمع احد يوم نشم بارود ولد السوق شمه معطاره عاد احلق عاد احلق امسك عاد اعمل لك شنب ها 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 ما فعل احلق له تحلق له ما دخلك تحلق له احنا في فصل في صالون حلاقه يا اخي اسمع اشي الكل يحلق اشي كل واحد شنب زعما شنبي لا هذا بتسمي شنبه وهي كان ما هو هذا جوز قزح هذا ما دخلك ولا الناس كيف ما دخل يمسك في الدهنه ما دخلك الدهن من الراس هذا ينظف العش فيها يا اخي ماشي الكل هذا مقعد سعمانه والشنب والكل الكل من جبت هذا الماكينه يلا شو تعرف من جبته بعد ما حلق يا ندخل دخل دخلت عينك يعني من يشتي يفرد عضلاته قام يستقوي على الناس ايش دخلكم في خصوصيات الناس ولا في شعره ولا الله